على رسول الله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية: ومن أظلم ممن كذب على الله وجعل له شريكا واتخذ له ولدا. فهذه الآية في كل من يجعل مع الله شريك آخر، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وناس كتار الآن من مشايخ الصوفية، الطرق الصوفية، يجعلون مع الله أندادا عيانا بيانا جهارا في أي فجد أي قبة بتاع الصوفية، تمشي هناك من أبدام مصر، تمشي قبة أحمد البدوي تلقاه الحج ليه عديل، كان فاتك الحجاز ألحق بحراز، وكان فاتك الحجاز تمشي لأحمد البدوي. يقول لي امشي لأحمد البدوي ويطوف في قبة أحمد البدوي سنويا قريب لثلاثة مليون بشر يطوفوا به من غير بيت الله الحرام. وتمشي هناك قبة التجاني في فاس، دائما مدحوا عبد الرحيم البرعي، قال سيدي ساكن فاس بناديو داهو ذاته والتجاني، والتجاني ده افترى على الله كذبا وقال سأنزل مثل ما أنزل الله ذاته. قال التجاني في كتابه جواهر المعاني، قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الفاتح وقال هي تعدل من القرآن ست مرات، دي في المرة الأولى. قال ثم جاءني في المرة الثانية، ما قال ده جده من وين ما معرف، قال فجاءني المرة الثانية فقال لي إن صلاة الفاتح تعدل القرآن 6000 مرة، 6000 مرة تعدل القرآن، دي صلاة الفاتح. عشان كده ربنا قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، في شيء أعظم من هذا القرآن؟ الزول اللي بيقول في كلمة في كلام أفضل من كلام الله ده كفر، يقول أنا كلامي أفضل من كلام الله، ده معنى جرمنه. تقال صلاة الفاتح، صلاة الفاتح، الفاتح لما أغلق أنا أصير الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم، دي النجرة منه، دي النجرة أحمد التجاني. وعشان يجمل لك ويزين لك قال لك جاني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، جاءه في النوم نجرة، بس في دين على الله بيجي في نوم؟ ها دين بيجي لبشر في نوم؟ انت ما عندك نصيحة نصيح ولا شنو؟ قال تاني جد رسول الله فأمرني بصلاة الفاتح، دي المرة الأولى قال تعدل 6 مرات، والمرة الثانية قال له ده في زعمه يعني، قال له تعدل القرآن 6000 مرة، دي الطريقة التجانية. لما تمشي للطريقة القادرية بنتموا لها كثير من المشايخ اليوم، منهم شيخ اللمين حيران وشيكسي ومحايته بيبسي وبخرة جلكسي معترف بالكلام ده، جابوه في برنامج في رمضان، المذيع قال له بيقولوا عنك انك محايتك بيبسي وبخرتك جلكسي، انت راضي بالكلام؟ قال انا راضي، ما هو كده راضي بالكلام ده، قال محايتي بيبسي وبخرتي جلكسي، ده من منتمي الطريقة القادرية ومن منتمي منتمي لود العجوز في كردفان ده. ف
من منتمية الطريقة المكاشية. لما تجي للطريقة القادرية قال وأعلموا نبات الأرض في الفيوضات الربانية، كتاب تلقاه في الدار السودانية للكتب، تلقاه الشرق مغابر الأتراك. أنا وصفه لك أصوفه ولا تمشي لا براك. قال وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم عدد الرمل كم هي رملتي. قال وأعلم علم الله أحصي حروفه، قال أعلم علم الله أحصي حروفه، وأمري أمر الله إن قلت للشيء كن يكن. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ثم قال الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، قال ابن كثير باسطوا أيديهم بالضرب يعني بيضربوهم، كما قال الله عز وجل في شأن ابن آدم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. فقال والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. ده كله كلام غير الحق، كلام الصوفية ده. بما كنتم تقولون على الله غير الحق، انت صوفي أخير تتنظف من هنا وتقلع الشالية وتقلع القفطان بتاعك وتنطلق تتخارج من هنا الطريقة دي، طريقة مكاشفية صابونابية تيجانية نقشبندية كلها تتخارج منها، لأنه ديل بعدين بودوك جهنم. والله تتبع الكلام الفي كتب الصوفية ده بتمشي جهنم بأقرب طريق. أقول لك أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها، وكما قال البرعي قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته يا له من عارف كاسي. ده قال بخوت رجله على رب العالمين. ده دينة صوفية، دين بتاع محايات ودين بتاع الدجل وبخرات وشعوذة، كله كلام فارغ ما بيودي صاحبه الجنة أبدا إلا تتخارج من جميع الطرق الصوفية وتتبع الكتاب والسنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأقول ما تسمعون، وأقدم الأخ يسري.